بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنواصل الكلام على قوله تعالى: قل صدق الله، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد تقدم الكلام أو بعض الكلام على معاني هذه الآية الكريمة وتفسيرها بما استطعنا، والآن نبين ما يؤخذ منها على حسب الاستطاعة. فيؤخذ من هذه الآية الكريمة بيان كذب اليهود والنصارى فيما افتروه وجادلوا فيه، وأن ما هم عليه وما يقولونه ويفعلونه مخالف لما أنزل الله في التوراة والإنجيل الكتابين اللذين يزعمون أنهم يتمسكون بهما. وقد خالفوا ما فيهما من الحق وحرفوهما وبدلوا وغيروا فيهما، بل صاروا يقولون الكذب والشرك وينسبونه إلى التوراة والإنجيل. الله جل وعلا تحداهم فقال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهم يعلمون أنهم كذبة، وأن ما هم عليه ليس هو في التوراة والإنجيل، وإنما هو مما افتروه، ولذلك يأبون أن يأتوا بالتوراة والإنجيل، لأنهما يفضحانهم ويبينان كذبهم. ثانيا، يؤخذ من الآية أن كل ما خالف ما أنزل الله في كتبه فهو كذب وباطل. من الأقوال ومن الاعتقادات ومن الأعمال، فكل ما خالف الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فإنه كذب وباطل، مهما ادعى صاحبه أنه حق، ومهما حسنت نيته وقصده فإنه مبطل وكذاب، سواء تعمد الكذب أو لم يتعمده. والله جل وعلا أمرنا بالرد إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما نقول وكل ما نفعل. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وإن زعم صاحبه أنه حق. فما عليه المشركون في كل زمان ومكان وأيا كان شركهم فإنه باطل، لأنه مخالف لما أنزل الله سبحانه وتعالى. وكذلك كل قول أو اجتهاد يخالف الكتاب والسنة فإنه باطل مردود.
ثالثاً يؤخذ من الآية وصف الله جل وعلا بالصدق كما قال سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وهنا يقول جل وعلا: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. فوصف نفسه سبحانه وتعالى بالصدق. وفي الآية مشروعية إطلاق هذه الكلمة عليه سبحانه وتعالى وعلى كلامه، فيقال صدق الله ويقال صدق القرآن الكريم. وإذا اتضح ما يخالفه من الباطل فإنه يرد على قائله ويكذب ويقال صدق الله ورسوله. لكن تعرض هنا مسألة كثر السؤال عنها، وهي قول كثير من القراء عندما يفرغ من القراءة صدق الله العظيم، حتى إن كثيرا من الجهال يظنون أن هذه الكلمة من آداب القراءة، وأنه يشرع قولها بعد الفراغ من التلاوة. ونقول إن هذا إن التزام قول هذه الكلمة بعد كل تلاوة، التزام ذلك بدعة، لأن هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. فالتزامه دائما وأبدا حتى يصبح كأنه من آداب التلاوة هذا أمر مردود. أما من قالها بعض الأحيان ولم يلتزم بها دائما فلا بأس بذلك، لأن الله جل وعلا يقول قل صدق الله، خصوصا إذا ظهرت مناسبة وتبين حق واندفع باطل فإنه يشرع أن يقول صدق الله، لقد قال الله كذا وكذا، أو صدق رسول الله، لقد قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مما يبين بطلان هذا القول أو هذا العمل. أما اتخاذها على أنها من آداب التلاوة فهذا لا دليل عليه، وإنما من آداب التلاوة أن يستعيذ بالله عند بداية التلاوة. قال تعالى قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءته. فهذا هو القول الذي يشرع عند بداية التلاوة، وأما عند ختم التلاوة فإنه لا يشرع ذكر معين. يؤخذ من هذه الآية أيضا أن ملة إبراهيم عليه السلام هي التوحيد وإخلاص الله وإخلاص العبادة لله عز وجل. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، توجيه الوجه وإخلاص العبادة لله عز وجل. وكذلك من ملته ودينه البراءة من المشركين ومعاداتهم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا من ملة إبراهيم معاداة المشركين، ومنهم اليهود والنصارى الذين أشركوا بالله عز وجل
وغيروا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم ينتسبون إليه. أما الذي يقول أنا على ملة إبراهيم وعلى عقيدة التوحيد لكنه لا يتبرأ من المشركين ولا يعادي المشركين، فهذا ليس على ملة إبراهيم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، لنواصل الحديث معكم لما تبقى مما يستفاد من هذه الآية الكريمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.